السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا يا شباب مكملين النهاردة ان شاء الله مع يونت 2 ليسون 3. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. درسنا النهاردة subtraction with regrouping. اول ما تسمع كلمة subtraction تبقى فاهم ان انت هتعمل minus. اول ما تسمع كلمة subtract او subtraction او كلمة difference، دايما كده الكلمات دي توصل ان انت هتعمل minus. متفقين؟ طيب قبل ما نروح ونتكلم على subtraction with regrouping، تعال نتكلم على subtraction without regrouping. هنا with، هقول لك الاول without. بصوا كده، لو معايا two numbers وعايز اعمل minus زي ما انتوا شايفين كده، متفقين؟ ها، وانت بتعمل subtract بتبدأ من عند الونز، بتبدأ من عند الونز، متفقين؟ انا معايا 784 minus 241. يلا هبدأ من عند الونز. 4 minus 1 equals 3. 8 minus 4 equals 4. 7 minus 2 equals 5. زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ ملاحظين ايه؟ انيس انا ملاحظ وانا جيت اعمل subtract ان النمبر اللي فوق دايما اكبر من النمبر اللي تحت. بصوا كده، 4 minus 1، الفور اكبر من الون، عشان كده على طول قلت لي equal 3. 8 minus 4، الايت اكبر من الفور، عشان كده نفع تعمل subtract وقلت لي 8 minus 4 equals 4. 7 minus 2، السفن اكبر من التو. اللي احنا عملناه دوت اسمه subtraction without regrouping. محتاجتش ان انا اعمل regroup للنمبرز بتاعتي، متفقين؟ طيب هو هنا بادئ الدرس بتاعك story problem. الستوري بروبلم بتقول a factory produced 3675 cartons of juice in a month. تمام؟ يعني الفاكتوري ده، المصنع دوت، انتج produced يا شباب يعني انتج العدد ده من الكراتين بتاعة العصير، متفقين؟ طيب in the next month، الشهر اللي بعده، the factory produced 7869 cartons of juice. الشهر اللي بعده انتج العدد دوت. طيب انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك find the difference. بصوا بقى كلمة difference دي، اول ما تشوفها في story problem تعرف ان انت بيقولك اعمل minus في الستوري بروبلم دي. Find the difference، متفقين؟ between the number of cartoons of juice in the two months. تمام، هو عايز the difference، عايزني اعمل minus، متفقين؟ طيب لما تيجي تعمل minus، انت بقى جدع كده تبص على two numbers اللي هو مديهم لك في the story problem بتاعتك. تمام، ووضع طبيعي ان النمبر الكبير هنحطه فوق والنمبر الصغير هنحطه تحته، لو انت بتكتب النمبرز تحت بعضها، متفقين؟ طب النمبر الكبير قدامك فين؟ هو ده 7869، الكلام ده ماينس، اوكي؟ طب النمبر الصغير اهو يا ميس، هكتب تحته اهوت. وخد بالك وانت بتكتب هنكتب ونز تحت ونز، تنز تحت تنز، 100 تحت 100، 1000 تحت 1000. معايا 3000 اهي، 3675. احنا كده كتبنا النمبرز بتاعتنا، تمام؟ ونبدا نشوف الديفرنس بين التو نمبرز اللي معانا ايكوالز ايه. اتفقنا واحنا بنشتغل ماينس بنشتغل من الوانز بليز بتاعنا، من الوانز بليز، باكد عليك المعلومه اهو. طيب 9 ماينس ال5، بصوا 9 اكبر من ال5، يبقى هينفع اشتغل 9 ماينس ال5، يعني انت معاك 9، اوكي، الناين بتوعك اهم، وقع منهم 5، متفضل معاك ايه؟ متفضل معايا 4. تمام، بعد كده معاك 6 ماينس 7، يا ميس 6 اصغر من 7، ازاي اوقع 7 من 6؟ مش هينفع، ركزوا بقى، عشان هو دوت الدرس بتاعي النهارده اللي هو كلمة with regrouping. with regrouping، تمام؟ ال 6 هتعمل برو 1 من ال 8، هتستلف 1 من ال 8، متفقين؟ فلما ال 8 تسلفها 1، 8 ماينس 1 هيبقى معايا هنا 7 في الحته دي. وبعد كده ال 6 دي هتاخد ال 1، ال 1 ده ب 10،
10 بلس 6 بقى معاك هنا 16. هو انا كل مره يا ميس اقول ال1 دوت ب10 وبعدين 10 بلس 6 ايكوالز 16 او ايا كان النمبر اللي معايا، لا خد الديجيت او ال1 اللي انت بتستلفه وحطه اون ذا ليفت من الديجيت اللي معاك، الديجيت اللي هو اصغر من الديجيت التاني اللي تحت. متفقين؟ يعني انا عملت بورو 1 استلفت ال1 هحط اون ذا ليفت من الديجيت اللي معايا اللي هو 6، فبقى معايا ايه؟ معايا 16. طب 16 ماينس 7 ايكوالز ايه؟ يعني 16 ماينس 7 ايكوالز 9. 16 ماينس 7 ايكوالز 9. طب نحسبها ازاي؟ حط ال7 في مخك، 7 in my mind، تمام؟ وابدا اعمل كاونت، عد افتر ال7 هيجي ايه؟ لحد ما توصل لل16. افتر 7 يا ميس عد بقى، استخدم ايه الفينجرز بتاعتك. افتر 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. عديت هاو ميني فينجرز؟ استخدمت هاو ميني فينجرز؟ استخدمت 9 فينجرز وانا بعد، فكتبت ال9 بتاعتي. بعد كده معايا هنا ايه؟ معايا 7 ماينس 6 الكلام ده ايكوالز 1. بعد كده معايا 7 ماينس 3 الكلام ده ايكوالز 4، يبقى الديفرنس بتاعي ايكوالز 4194. طبعا الكلام ده كرتونز، انا بتكلم على الستوري بروبلم اللي معايا. متفقين؟ طيب الاجابه اللي وصلنا لها دي يا شباب اكزاكت انسر. طبعا احنا خلاص بقينا عارفين يعني ايه كلمه اكزاكت انسر اللي هو الناتج الحقيقي بتاعي. طيب مطلوب منك كمان تعمل ايه او بيسألك على ايه في الدرس ده؟ بيطلب منك ان انت تعمل استميت. مطلوب منك تعمل استميت. متفقين؟ وهو ساعات بيحدد لك تعمل استميت او تعمل راوند تو ذا نيرست ايه، يقول لك راوند تو ذا نيرست 10، راوند تو ذا نيرست 100، تو ذا نيرست 1000، على حسب السؤال. طب هو لو ما حدد لكش دايما كده، لما تيجي تعمل استميت او راوند اعمل راوند تو ذا جريتست بليز فاليو. هنعمل راوند تو ذا جريتست بليز فاليو. بس هبدا اعمل لاين جنب النمبر الاولاني واجي لاين جنب النمبر الثاني، والجريتست بليز فاليو اللي معاك دلوقتي هو ايه؟ 1000 يا ميس. خلاص يبقى انا هعمل دلوقتي راوند تو ذا نيرست 1000. متفقين؟ هروح اعمل سيركل عند الديجيت اللي ساكن في الثاوزند، وادي اللاين بتاعي 1000. يعني هنزل كام زيرو؟ 3 زيروز بالمنظر ده. وهبص فوق اللاين لقيت 8، ال 8 ده بور ولا ريتش؟ ريتش، هيدي لل 7 1، فبقى معايا 8. يبقى لما مسكت 7869 وعملت لها راوند تو ذا نيرست 1000 ادتني 8000. نفس الكلام تحت، هعمل راوند تو ذا نيرست 1000، حطيت الثري زيروز بتوعي اهم، وادي السيركل عند الديجيت اللي ساكن في ال 1000، وادي اللاين. تمام؟ هبص فوق اللاين لقيت 6، ال 6 ده بور ولا ريتش؟ ال 6 يا ميس ريتش، يبقى هيدي لل 3 1، 1 بلس 3 ايكوالز 4، وادي الماينس بتاعتي. شد لي بقى اللاين بتاعك كده، ها معاك 8000 ماينس 4000، الكلام ده هيدي لك ايه؟ هيديني 4000، اديني ايه؟ 4000. انت كده وصلت للناتج الحقيقي في الطرح بتاعك اهوت، ووصلت كمان للاستيميشن بتاعك. طب يا ميس هو انا ممكن اعمل استيميت تو ذا نيرست 10؟ ينفع. وممكن اعمل استيميت تو ذا نيرست 100؟ ينفع. وده اللي هو عامله هنا على فكره، هو حللها معاك باكتر من طريقه. يعني هنا اول واحده عمل مثلا راوند تو ذا نيرست 1000، وده اللي احنا عملناه ووصلنا لل 4000. تاني واحده اخذ النمبرز بتاعته عمل لها راوند تو ذا نيرست 100 وبدا يعمل السبتراكت بتاعه ووصل للديفرنس، تمام. وتالت واحده عمل راوند تو ذا نيرست 10، اخذ النمبرز وبدا يعمل لها راوند تو ذا نيرست 10. متفقين؟ ووصل كمان للاستيميشن بتاعتها اهي. وبعد كده بدا يقارن. يقارن ايه يا شباب؟ يعني لو خدتوا بالكم كده هو هنا بيقارن، بيقارن ايه؟ بيقارن الناتج الحقيقي للطرح بتاعه للماينس اللي هو عمله والاستيميشن الناتج التقريبي او التقديري. متفقين؟ فهنا مثلا لما عمل راوند تو ذا نيرست 1000، ها كان الناتج الحقيقي للسبتراكت 4100
94، ولما عمل الراوند بتاعه اداله 4000. طب بص على التو نمبرز اللي قدامك دول، قريبين من بعض ولا لا؟ 4194 يا ميس و 4000 قريبين، هما الاتنين تبع عيلة ال 4000. بص عشان كده كتب لك ايه، it is close to the exact answer. انا عندي ال 4000 قريب من ال exact answer بتاعي، من الاجابة الحقيقية. طب تعالى بص كده نقارن بين exact answer والاستيميشن بتاعنا هنا لما عملنا round 2 100، متفقين؟ طبعا الاجابة الحقيقية 4194، مش هتتغير الاجابة الحقيقية بتاعتك. طب والراوند بتاعك معايا 4200. بص على النمبرز كده، ها ايه رأيك، ده قريب من ده ولا لا؟ ايوه يا ميس، 4194 close to 4200. عشان كده بص، ومش بس كلوز، لا ده قريب اكتر، حتى بص كاتب لك ايه، it is more close to، ده كمان اقرب من ده. يعني هنا كان close to، كان قريب مقبول، لكن ده اكتر قرب، يعني ده قريب اكتر. بصي ده هنا ناقص لي بس من ال 200، وهنا هو 194 ده ناقص لي بس 6 عشان اوصل لل 200 دي، ده قريبين خالص. تمام، طب انزل بص بقى لما عمل راوند تو ذا ايه، تو ذا نيرست 10، ها اكزاكت انسر معاك 4194، وبالنسبه للاستيميشن بتاعك وهو عامل راوند تو ذا نيرست 10 مديلك 4190. ايه الاخبار، النمبر ده والنمبر ده exact answer واستيميشن قريبين يا ميس، ده قريبين جدا. بص برضو كاتب لك ايه، it is more close to exact answer، اكتر استيميشن قريبة للexact answer بتاعي. يعني بص هو كاتب ايه، it is more close to exact answer than rounding 2000 or rounding 200. ده كمان قريبة اكتر ما عمل الراوند 2100 او عمل الراوند 1000. طب عرفتي ازاي؟ بص كده على الديفرنس، بص على الفرق بين الاجابه دي والاجابه دي، ها الاكزاكت انسر بتاعتك والابروكسيميت بتاعك، بص كده على الاثنين، ايه رايك بينهم فرق قد ايه؟ يميز بينهم فرق بس 4، يعني بص هنا 4194 وهنا 4190، بينهم بس فرق ايه؟ 4، هنا في 0 وهنا في 4، فهم قريبين من بعض جدا جدا، متفقين؟ دي الفكرة. بس أنا مطلوب مني أعمل كل ده؟ لا طبعا مش مطلوب منك تعمل ده. طب مطلوب منك الأساسي بتاع الدرس بتاعك النهاردة، إن أنت تقدر find the difference between two numbers. يعني الأساسي بتاعك النهاردة إن أنت توصل للديفرنس exact answer، تمام؟ والتو نمبرز دول تقدر فيهم تعمل regrouping، يعني يبقى عندك النمبر اللي فوق أصغر من اللي تحت، فتبدأ تعمل regrouping، تروح بقى تعمل borrow one والكلام اللي احنا قلناه، تمام؟ هنحل طبعا على subtraction with regrouping كتير، بس يهمني الفكرة تبقى واضحة معاكم، متفقين؟ في حاجة بقى عايزة أوضحها، لأن الحاجة اللي أنا هوضحها دي غلطة بيقع فيها معظم الأولاد وهم في الامتحان، يعني وقت الامتحان كده تديله سؤال تلاقيه بيقع في الغلطة دي. هاخد السؤال ده ونحله ونقول الغلطة هي ايه يا شباب، خلاص؟ يعني انا معايا اول مسألة 531-278، ادي المسألة بتاعتي اهي، وهو هنا بيقولك find the difference round to the given estimation. لو سمحت قولي الديفرنس ايه، هو عايز exact بقى difference كده، وعايزك كمان تعمل راوند للاستيميشن اللي هو ايه مديهولك. طيب حاضر. فطبعا احنا اتفقنا الناس لما تيجي تحل بتروح تقف عند الونز بليس كده وتبدا تشتغل سبتراكت. فطبعا المفروض اقول 1 ماينس 8 كانت بي، ما ينفعش ال1 اصغر من ال8. الولاد في الامتحان على طول كده تقول لهم 1 ماينس 8 مش بيقول لك ما ينفعش، يروح قايلين لك 7، وبيحصل، وفي الكلاس واحنا بنشتغل بيحصل على طول، الاقي اقول 1 ماينس 8 يقولوا لي 7. طبعا لازم ناكد معاهم مره واثنين وثلاثه ان النمبر اللي فوق لازم يكون اكبر من النمبر اللي تحت، النمبر اللي فوق لازم يكون اكبر من النمبر اللي تحت. وانا بشتغل الديجيت الاولاني اكبر من الديجيت الثاني، فانا ال1 اصغر من ايه، من ال8، فمش هينفع هقول له كانت بي 1 ماينس 8 كانت بي يا شباب، تمام؟ امال هنعمل ايه، برو 1، هنستلف 1 من مين، من ال3، نشطب بقى على ال3 كده، ها ويبقى عندك ايه متبقي لما تاخد من ال3 1، هيبقى عندي 2،
وفوق ال 1 دي هحط جنبها بقى on the left ال 1 التانية كده، فبقى معايا 11. هنا بقى في 11، متفقين؟ 11 minus ال 8 equals 3. بعد كده 2 minus 7، اوعى حد يقول لي 5، ال 2 اصغر من مين؟ من ال 7. هقول can't be 2 minus 7 can't be. borrow 1، هنستلف 1 من مين؟ من ال 5. طيب لما استلف 1 من ال 5 بقى عندي ايه؟ بقى عندي 4. وال 1 اللي انا خدتها هكتبها on the left من ال 2 بالمنظر ده، وبقى عندي هنا ايه؟ 12. طب 12 minus 7 equals 5. بعد كده 4 minus 2 equals 2. اللي انا بعمله ده اسمه subtraction with the grouping. بعيد التسمية بتاعت النمبرز بتاعتي، بستلف 1 من الديجيت اللي جنبي، علشان لازم وانا بعمل سبتراكت النمبر اللي فوق اكبر من النمبر اللي تحت، زي ما انتوا شايفين كده لما اتظبطت وعملنا الجروب فبقى ال 11 اكبر من ال 8، فنفع ان انا اشتغل سبتراكت. ال 12 اكبر من ال 7، ال 4 اكبر من ال 2، متفقين؟ طب احنا كده جبنا اكزاكت انسر. طب هو عايزك كمان تعمل راوند تو ذا نيرست 10. اوكي يلا، ادي السهومة بتاعتي عشان نعمل راوند تو ذا نيرست 10 للنمبرز اللي معايا. ها، ولما يقول لك راوند تو ذا نيرست 10 يعني هروح اعمل سيركل على الديجيت اللي ساكن في ال 10 ولاين كده عند الديجيت اللي في الوانز، تمام؟ وهنزل زيرو، وبعد كده هبص فوق اللاين لقيت 1. ال 1 بور ولا ريتش؟ بور غلبان، مش بيدي حد حاجه. ال 3 هتنزل وال 5 دي هتنزل، متفقين؟ نفس الكلام، ادي السيركل بتاعتي على الديجيت اللي ساكن في التنز، وادي اللاين، وادي الزيرو اللي انا بنزله. فوق اللاين معايا 8، ال 8 بور ولا ريتش؟ ريتش. هيدي لل 7 ايه؟ 1. 1 بلس 7 يعني 8، وهنزل ال 2 دي. وبقى هما دول التو نمبرز دلوقتي اللي انا عايز اعرف الديفرنس ما بينهم، او عايز اعمل لهم سبتراكت، تمام؟ طبعا 0 ماينس 0 ايكوالز 0. بعد كده 3 ماينس ال 8 كانت بي، ما ينفعش ال 3 اصغر من ال 8 على طول، بقى عايزين نتعود على جملة كانت بي دي، ما ينفعش. طب هنعمل ايه؟ برو 1، مكان ال 5 هيبقى فيه 4، انا هاخد 1 من ال 5 فمكانها هيبقى فيه 4. بصوا ال 3 نزلت اهي وال 1 اتحطت on the left، فبقى مكان ال 3 معايا ايه؟ 13. طب 13 minus ال 8 equals 5. بعد كده معاك 4 minus 2 equals 2 بالمنظر ده، وبقى معاك exact answer، إجابة الأساسية بتاعت المسألة بتاعتك، وبقى معاك estimation، تمام؟ ولو خدت بالك من التو نمبرز اللي معاك 253 وهنا في 250، هتلاقي ان هما close to each other، قريبين من بعضهم، عشان كده the answer is reasonable، الإجابة بتاعتي مقبولة، متفقين؟ طبعا the answer is reasonable. طيب احنا خلصنا ده، تعال ناخد اللي بعدها. هو هنا بيقول لك معاك 7419 والكلام ده ماينس 1742. بأكد عليكم، وانز تحت وانز، وتنز تحت تنز، 100 تحت 100، 1000 تحت 1000. بصوا النمبرز معمولة ازاي. طيب يلا نجيب exact answer الاول. ها، 9 minus 2 equals 7. 1 minus 4 ينفع؟ كانت بي يا ميس مش هينفع، ال 1 اصغر من ال 4. امال هنعمل ايه؟ بورو 1، هنستلف 1، هنستلفها من ال 4 دي. طب لما تاخد من ال 4 1 فانت معاك 3، وادي ال 1 دي اهي، وال 1 اللي انا هستلفها هكتبها on the left كده، فبقى معايا 11، متفقين؟ 11 minus ال 4 equals 7. بعد كده معايا 3 minus ال 7 ينفع؟ كانت بي ال 3 اصغر من ال 7 يا ميس، ازاي يعني؟ طب يلا هنعمل ايه؟ بورو 1، هنستلف من ال 7 دي 1، مكان ال 7 هيبقى معاك ايه؟ 6. وهنزل ال 1 اللي انا استلفتها on the left من الديجيت بتاعي كده، بقى معاك ايه؟ معايا 13 minus 7، 13 minus 7 يا ميس يعني 6، وبعد كده 6 minus 1 equals 5. يبقى ال exact answer بتاعتي، الناتج الحقيقي بتاعي 5677، تمام؟ طيب في المسألة بعد كده هو عايزك تعمل round to the nearest 100، اهي round to the nearest 100. طب يلا نبدأ ناخد التو نمبرز بتوعنا ونعمل لهم round to the nearest 100. هروح اقف فين؟
هقف عند ال 100 بليس واعمل سيركل للديجيت اللي ساكن هناك، وادي اللاين بتاعي 100، يعني هنزل 2 زيروز بالمنظر ده، وهبص فوق اللاين لقيت 1، ال 1 ده بور مش بيدي حد حاجة، فال 4 هتنزل والديجيت اللي بعدها كمان هينزل اللي هو ال 7. نفس الكلام راوند تو ذا نيرست 100، ادي الديجيت اللي ساكن في ال 100 عملنا السيركل، وادي اللاين بتاعي وهنزل ال 2 زيروز بالمنظر ده، هبص فوق اللاين، فوق اللاين عندك ايه؟ عندي 4، ال 4 بور ولا ريتش؟ بور مش بيدي حد حاجه، يبقى ال 7 وال 1 دول هينزلوا، وادي ماينس. تمام كده؟ يلا نبدا نطرح. 0 ماينس 0 ايكوالز 0، 0 ماينس 0 ايكوالز 0، 4 ماينس 7، ال 4 اصغر من ال 7، كانت بي، اوعى الاقي حد بيقول لي 3، اوعى. 4 ماينس 7 كانت بي، كانت بي ما ينفعش. بور 1 هستلف من مين؟ من ال 7 اللي جنبها دي. طب لما استلف 1 من ال 7 هيبقى معايا ايه؟ متبقي معايا 6 في الحته دي. طيب وادي ال 4 بتاعتي اهو، وال 1 اللي انا استلفتها بكتبها اون ذا ليفت بالمنظر ده، فبقى معايا 14. طب 14 ماينس 7 ايكوالز 7، و 6 ماينس ال 1 ايكوالز 5، يبقى الناتج بتاعي 5007. 100 ده بالنسبه للاستيميشن بتاعي. بص بقى على التو نمبرز اللي معاك، اكزاكت انسر واستيميشن. اكزاكت انسر يا ميس 5677، الاستيميشن بتاعي 5700. لو خدت بالك من التو نمبرز هتلاقيهم كلوز، كلوز يعني قريبين من بعضهم، معنى كده the answer is a reasonable، الاجابه بتاعتي مقبوله. متفقين؟ اهو بصوا بعد ما عمل بقى exact answer، وهنا هو اتعمل الاستيميشن بتاعه او عمل round to the nearest 100، وكتب النمبرز بتاعته وكتب لك the answer is reasonable. متفقين؟ example number 2 يا شباب، مديكم 2 numbers اهم، وعايزك تعمل minus، عايز the difference between them. تمام؟ بس خد بالكم هو مش بس عايز the difference، يعني هو عايز exact answer دي حاجة، او exact difference الناتج بتاع الطرح الحقيقي بتاع المسألة، وكمان عاوزك بقى مرة يعني تعمل round to the nearest 10 للتو numbers وتشوف الإجابة، ومرة تعمل round to the nearest 100 وتشوف الإجابة، ومرة تعمل round to the nearest 1000 وتشوف الإجابة، ومرة تعمل round to the nearest 10,000 وتشوف الإجابة. يعني المسألة الواحدة دي كأنه مدي لك فيها 5 مسائل. 5 يا ميس؟ أيوة، ما انت في مرة هتحل المسألة بتاعتك الحل الأساسي بتاعها توصل للإكزاكت ديفرنس أو الإكزاكت أنسر بتاعك، ومرة تانية هتبدأ تمسك النمبرز اللي معاك اللي في المسألة الأصلية وتبدأ تعمل لهم راوند تو ذا نيرست 10. تمام؟ ومرة تعمل لهم راوند تو ذا نيرست 100، ومرة بصوا كذا مسألة، 5 مسائل هم، 1 2 3 4 5. تمام؟ الكلام دوت هنعتبره الواجب بتاع الحصه بتاع النهارده. انا بس عاوزاكم تمسكوا النمبرز بتاعتكم وتاخدوا بالكم وانتوا بتعملوا سبتراكت، انا عاوزاكم تاخدوا بالكم لازم الديجيت اللي فوق اكبر من الديجيت اللي تحت عشان ينفع تشتغل. لو ما لقيتهوش اكبر روح اعمل برو 1، لو ما لقيتهوش اكبر روح اعمل ايه؟ برو 1. متفقين؟ ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب، لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.